السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم النهاردة من اسطنبول ونهنيكم جميعاً بحلول السنة الهجرية الجديدة. جعلها الله سبحانه وتعالى خير ويمن وبركة ليس فقط على المسلمين ولكن على العالم أجمع. ربنا يولينا فيها السلام والأمن والاستقرار في كل دولة من دول العالم، سواء كانت هذه الدولة من الدول المسلمة أم الدول المسلمة. اليوم لابد أن نتذكر وندعو إخواننا في مدينة إدلب في سوريا وما ننساهمش، ولا ننسى إخواننا في اليمن وفي العراق وفي سوريا في الداخل وفي ليبيا وفي ميانمار وفي كل مكان في جنوب السودان وفي الكونغو الديمقراطية، في كل مكان في العالم، لأن لابد أن توضع حدود لهذه الانتهاكات اللا إنسانية التي تصيب هذه الشعوب. قد يسأل بعض منا إذا كان إدلب النهاردة على وشك إنها تولع زي مضايا وزي مدن أخرى، ليه إحنا بنتكلم في التدرج في الندوب والمعرفة؟ ليه؟ في آية كريمة، الآية 122 في سورة التوبة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كلهم مرة واحدة، فلولا نفر من النفير من كل فرقة منهم طائفة. يعني هنا في التخصص، ان في طائفة من كل فرقة تتخصص في شيء معين. ها؟ لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينطلق قومهم إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضع التخصص كوسيلة لبناء المجتمعات، كوسيلة للتحذير، كوسيلة للإنذار. ها؟ لكن ليس كلنا نهب مرة واحدة أو نجلس مرة واحدة أو نسير مرة واحدة إلى آخره، لكن لابد أن حينما يحدث النفير أن تكون في فرقة من كل طائفة لها تخصص معين. فلذلك اليوم أنا مش بتكلم في مضايا أو بتكلم في إدلب أو بتكلم في اليمن، أنا بتكلم في التدرج في الندوب والمعرفة لبناء المجتمعات ولتحداث التغيير المجتمعي المنشود. طبعا انا بشكر الشباب اللي هم ساعدوني، احمد الشيخ من ادلب وعبد الرحمن نحاس من برمنغهام في بريطانيا، وماهر السيد علي ايضا كان من ادلب لكنه اليوم في موجود في انطاكيا. هنخش في بعض التعريفات حاليا بالنسبه للتدرج والندوب والمعرفه. يعني ايه تدرج؟ تدرج الى الشيء يعني تقدم فيه شيئا فشيئا، تقدم فيه شيئا فشيئا، وتدرج في الشيء يعني تصعد فيه درجه تدرج فيه شيئا فشيئا وتصعد درجه، وفي الوظيفه تترقى درجه، وفي الجامعة تنال بها الشهادات والألقاب الجامعية. يعني في الجامعة تأخذ البكالوريوس، ثم بعد كده الدبلومة، ثم بعد كده الماجستير، ثم بعد كده الدكتوراه، ثم بعد كده دراسات عليا أخرى إلى آخره. فده التدرج وفهم التدرج. النضج معنى إيه؟ النضج في الأحياء هو تمام نمو الكائن الحي، تمام نمو الكائن الحي واكتمال خصائص بلوغ. يعني يكون الكائن الحي نما واكتمل بلوغ. وفي الفاكهة اكتمال ثمرتها وبلوغها مبلغا معينا من حيث اللون أو الطعم أو الطراوة، ده بالنسبة للثمر. وفي النضج الفكري اكتمال المدارك ووضوحها. وهناك أنواع أخرى من النضج، نضج اجتماعي اللي هو معناه هو درجة التحرر من الحاجة إلى رقابة الوالدين أو سواهما من الراشدين. يبقى نقول تعريف النضج مرة أخرى: في الأحياء تمام نمو الكائن الحي واكتمال خصائص بلوغه، وفي الفاكهة اكتمال ثمرتها وبلوغها مبلغا معينا من حيث اللون أو الطعم أو الطراوة. وفي النضج الفكري هو اكتمال المدارك ووضوحها، وفي النضج الاجتماعي هو درجة التحرر من الحاجة إلى رقابة الوالدين أو سواهما من الراشدين. هناك أيضا نضج سياسي، نضج ثقافي، نضج اقتصادي، نضج أدبي إلى آخره.
المحور الثالث من العنوان اللي هو المعرفة. يعني ايه معنى كلمة معرفة؟ معنى كلمة معرفة ادراك الشيء على ما هو عليه. المعرفة هي ادراك الشيء على ما هو عليه. او المعرفة هي حصيلة التعلم عبر الحصول عبر العصور. يعني بتتعلم سواء تعليم تقليدي او سواء تعليم مجتمعي او سواء تعليم مهني او تعليم من خلال التجارب. يبقى هو حصيلة التعلم عبر العصور. والمعارف هي جمع معرفة وهي المعلومات والعلوم. يبقى المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه أو الحصيلة اللي بنتعلمها من التجارب ومن المشاهدات ومن الممارسات ومن التلقي ومن السماع ومن التعليم العادي اللي احنا بنتعلمه في المدارس والجامعات. ده المعرفة. يبقى ولغتنا اليوم بنتكلم عن ايه؟ التدرج في الندوب والمعرفه. ايه الهدف اللي احنا عايزين نعمله؟ الهدف اللي احنا عايزين نصل اليه دايما انا بقوله في كل كلمه انا بقولها او تذكره انا بقوم بيها، هو الهدف منه ان احنا نجعل الشباب يستطيع ان يكونوا قادرين على احداث التغيير المجتمعي المنشود وبناء المجتمعات. فلكي نحدث التغيير المجتمعي ونبني المجتمعات علينا ان ننتهج منهجين، الاول المنهج التعليمي والثاني البرنامج المجتمعي. المنهج التعليمي لكل واحد فينا اراد ان يبني مجتمع، اراد ان يمكن المواطنين، اراد ان يغير مجتمع، اراد ان يحارب الفساد الى اخره، لابد ان يبدا من القاعده الى القمه. وأول شيء في المنهج التعليمي للتغيير ولبناء المجتمعات هو أن تكون أنت وأنت مؤمنة بالمنهج ومؤمنة بقدرتك ومؤمن بقدرتك على إحداث التغيير. دي نمرة واحدة، الإيمان. والإيمان ركن ركين لا نستطيع الاستغناء عنه في أي عمل نقوم به. نمرة اثنين، أنزل المجتمع فأكون متطوعاً فيه، راغباً على المشاركة في كافة أحداثه المجتمعية التي تبني المجتمع في كل فجوة، تبني كل فجوة من فجوات المجتمع. أتطوع، أؤمن ثم أتطوع. والنقطة الثالثة، بعد التطوع اللي هو بيكون عشوائي بعض الأحيان أو يكون عاطفي بعض الأحيان، أبتدي التدريب. والتدريب بيأتي بناء على برامج. يبقى أؤمن فأتطوع فأبدأ التدريب على يد مدربين وخبراء. النقطة الرابعة أني أبتدي التلقي. بعد ما أتدرب أسمع وأقرأ وأحضر وأشارك وتلقى أنواع أخرى من المعرفة المجتمعية التي تجعلني قادر على استيعابها أو ترجمة إيماني إلى عمل. يبقى المؤمن يتطوع، يتدرب، يتلقى، ثم يكون عامل يعمل بيديه لكي يصبح عاملا في داخل المنظومة المجتمعية. يبقى الأربع خطوات دول إلى أن أصبح منفذ للبرنامج الذي تدربت على إنفاذه. أؤمن بأن أنا حاجة التغيير، أتطوع مع جمعية أو مؤسسات، أتدرب وأتلقى وأعمل وأنفذ البرنامج حسب ما تلقيت من تدريب ومن منظومة التطوع. ثم بعد ذلك أصبح قادرا أو أصبح قادرة على استيعاب أبعاد البرنامج المجتمعي أو المشروع واستيعاب حاجات المجتمع في نفس الوقت. وبعد التنفيذ أستوعب ما يدور حولي في المجتمع من مشاكل ومن أسباب لهذه المشاكل ووسائل لوجود حلول لهذه المشاكل. ثم أدرك، لو الإدراك بعد كده أدرك ماذا؟ أدرك الخطورة من الإبقاء على أسباب هذه المشاكل. أدرك الخطورة من عدم الاستجابة للتغيير
تصدي لأسباب هذه المشاكل المجتمعية، ثم أصبح مدافع المرحلة بعد كده بعد الإدراك، ودافع، ودافع عن ماذا؟ ودافع عن المجتمع، ودافع عن المرأة، ودافع عن الطفل، ودافع عن الشاب، ودافع عن مقدرات وطني، ودافع عن حقوق هؤلاء الناس كلهم، ودافع عن المناخ وإفساد المناخ، ودافع عن منظومة الحياة داخل المجتمع. وبعد كده أصبح عندي القدرة على تحليل المشاكل وأسبابها، وتحليل أهداف حل هذه المشاكل ومسيرتها. يبقى من مدافع، من مدرك، من مستوعب، لمدرك، لمدافع، لمحلل. في هذه المسيرة أنا مشيت كم نقطة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. بعد العشر مراحل دول هيكون أنا صاحب إنتاج فكري، صاحب إنتاج مجتمعي، صاحب إنتاج يستطيع أن يغير فكر وثقافة وحيثيات بناء هذا المجتمع. بس حينما أتدرج في هذه العشر أو 11 نقطة، لماذا؟ لأن عندي منتج في إيدي، منتج أستطيع أن أعطيه للمجتمع فيراه المجتمع فيستفيد منه. يبقى من مستوعب لمدرك لمدافع لمحلل لمنتج، ثم أطرح أطروحاتي وآرائي وفلسفاتي وثقافتي ونظرياتي على الآخرين لكي أتدافع عنهم من أجل بناء المجتمع، ومن أجل محاربة الفساد، ومن أجل تمكين المواطن داخل هذا المجتمع. ثم بعد ذلك أصبح ماذا؟ أتدرج في هذا العلم، وأتدرج في هذه المعرفة، وأتدرج في هذا النمو والنضج، ها؟ إلى أن أصبح أنا أو أنت مؤطرين، أصحاب نظريات، أصحاب أبحاث، أصحاب أقوال، أصحاب حلول، أصحاب توجهات، إلى آخره. من متطوع إلى مؤطر، وهذا المؤطر أو هذه المؤطرة تستطيع أو يستطيع أن يحددوا مسارات بناءات المجتمع في كافة مجالاته، في كافة مجالاته. لماذا؟ لأنهم تدرجوا في العلم والمعرفة والنضج والوعي والإدراك والتنفيذ والتطوع والعمل لكي يصبحوا ممن يستطيعوا أن يحددوا توجهات المجتمعات. نحدد ثم نوجه. أنا بقول الكلام ده للشباب ليه؟ لأن أنت قادر، لابد أن تؤمن أنك قادر على التحديد، وقادر على التوجيه، وقادر على إحداث التغيير المجتمعي، أنت أيها الشاب أو أنت أيها الشاب. ثم تأتي التجديد بعد كده، يصبح صاحب هذه المنظومة الذي بدأ مؤمنا متطوعا متدربا متلقيا عاملا منفذا مستوعبا مدركا مدافعا ثم محللا منتجا طارحا مؤطرا محددا موجها إلى أن يصبح أو تصبح مجددا. فنريد من كل شابة وشابة ومن شاب وشابة أن ينظر أو أن تنظر إلى نفسها أنها ستجدد في بناء أو طرق أو وسائل بناء هذه المجتمعات، أصبحوا من المجددين. ثم بعد ذلك حينما يتقدم بنا العمر نصبح من المؤرخين الذين يستطيعون بقدرة خبرتهم ومعلوماتهم ونضجهم أن يؤرخوا للأجيال القادمة، يؤرخوا للأجيال القادمة، يؤرخوا للأجيال القادمة، وبعد ذلك يكون هو أو هي هذا الرجل الذي نما كمتطوع داخل المسيرة المجتمعية أن يصبح صانعا أو مصنعا للفكر والثقافة والقيم والأخلاق والبناء المجتمعي. صانعا للفكر والثقافة والأخلاق والقيم والبناء المجتمعي، لأنك تبدأ متطوعا وتبدأي متطوعة مؤمنة بمسيرة وبناء المجتمع إلى أن تصبحي أو تصبح صناع. ثم نصل إلى القمة بعد التأريخ
وبعد احداث الصناعه المجتمعيه وبناءها الى ان نبدا مسيره التعلم من جديد. لا نتوقف عن التعلم مطلقا. وتعلم من قصه سيدنا موسى مع سيدنا الخضر ان سيدنا موسى لم يكن اعلم الناس على وجه الارض. فارسل الله سبحانه وتعالى اليه الخضر لكي يعلمه. ثم بعد ان نصبح من المؤرخين المجددين الصناع نتعلم مرة أخرى ونتدرب مرة أخرى، لأن المجتمع يتغير تغير الليل والنهار في سرعة أسرع من سرعة تغير الليل والنهار، ودورات الأفلاك والكواكب والنجوم وكل مخلوق مجتمعي داخل المجتمع، سواء كان هذا المخلوق بشر أو طير أو حيوان أو مياه أو نبات أو إلى آخره، يصبح له أو تصبح لها حاجة مجتمعية لابد. أنا إن وصلت للتاريخ وصلت لمرحلة الصناعة وصلت لمرحلة التجديد أتعلم مرة أخرى بعد هذه الحقبة الزمنية التي قد تأخذ 20 أو 30 أو 40 سنة أو سنة لأتدرب وأصبح متدربا مرة أخرى وتعود علي الدورة مرة أخرى. المنهج التعليمي يبدأ بي كمؤمن متطوع متدرب متلقي عامل منفذ مستوعب مدرك مدافع محلل منتج طارح مؤطر محدد موجه مجدد مؤرخ صانع متعلم مرة أخرى ومتدرب مرة أخرى. واضح؟ طيب، ده بالنسبة للمنهج التعليمي لإحداث التغيير داخل المجتمع. الشريحة الثانية هتتكلم عن ايه؟ هتتكلم عن البرنامج المجتمعي. أنا سأنهج هذا المنهج التعليمي اللي هو منه تطبيقي ومنه نظري. إلى لماذا؟ لكي أنفذ البرنامج المجتمعي. في منهج تعليمي لتنفيذ برنامج مجتمعي. أما البرنامج المجتمعي نبدأه. وأول شيء في البرنامج المجتمعي هي حاجة المجتمع لتحديد المشاكل المجتمعية وإيجاد أسبابها ثم إيجاد وسائل للحلول. يبقى أول نقطة في سلم البرنامج المجتمعي هي الحاجة. ثم بعد أن أعلم هذه الحاجة داخل مجتمعي كفتاة أو كرجل أو إلى آخره، أحدد الفكرة التي من خلالها سأستطيع أن أمشي في هذا البرنامج المجتمعي لإصلاح المجتمع. يبقى من الحاجة إلى الفكرة، وفي هذه الفكرة لابد أن أحولها لحلم كبير. حلم كبير أرى فيه النماء والرخاء والاستقرار والسلام والأمن والعدل وإتمام الحقوق إلى آخره لكل الخلائق التي تعيش داخل مجتمع. يبقى الحاجة نمرة واحد لا نتنازل عنها أبدا، ثم تكوين الفكرة التي أستطيع أن أحولها إلى حلم كبير داخل مخيلتي أؤمن به. وبعد هذا الحلم الذي تكون في داخل مخيلتي أبحث عن الصحبة التي ستساعدني في تحقيق هذا الحلم. أبحث عن الصحبة التي أثق فيها وتساعدني في تحقيق هذا الحلم الذي هو الفكرة الذي هو يستطيع أن يحقق حاجة المحتاج داخل المجتمع. ثم أعمل العمل بعد ذلك، ثم أعمل مع هذه الصحبة زي ما احنا شايفين هنا، هو أعمل مع هذه الصحبة كي نعمل جميعا من أجل إنفاذ هذه الفكرة كحلم واقعي يتحقق من أجل رخاء ورفاهية وبناء المجتمع ومحاربة الفساد. يبقى الحاجة ثم الفكرة ثم الحلم ثم الصحبة ثم العمل. لابد أن نعمل مع من نستطيع أن نثق معهم في المرحلة الأولى، الذين نستطيع معهم جميعا أن ننهج نهجا واحدا ونسير مسيرة واحدة من أجل تحقيق هدف واحد وهو إسعاد مجتمعنا
وبناء أركان مجتمعنا وتمكين أبنائنا وبناتنا في هذا المجتمع كمواطنين صالحين. نعمل ثم نسير. بناء المجتمعات يأخذ سنين ويأخذ عقود ويأخذ حقب كثيرة من الزمن. لما كنا بنضرب مثل أمس في زيارتنا لمرقد سيدنا أبو أيوب الأنصاري ثم مرقد السلطان محمد الفاتح، كان هذا حلما يريد أن يراه صلى الله عليه وسلم في دخول الإسلام القسطنطينية. لم يستطع الصحابة من جيل الصحابة كإمام كسيدنا أبو أيوب الأنصاري أن يحققوه، لكن حققه الفاتح محمد الفاتح بعد 800 سنة. يبقى في المسيرة 800 سنة دي أقول له الطريق ده هو الطريق، طريق أخذ من هؤلاء الناس 800 عام لتحقيق فكرة الرخاء والرفاهية والعدل والإيه والسلام والأمن للمجتمع. اعلموا أن في بناء المجتمعات طريق طويل، وعر 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 ومليء بالمخاطر. ثم خلال هذا الطريق لابد علينا أن نجد الزاد، والزاد مع الزمرة الأولى التي تريد أن تبني المجتمعات سيكون قليل قليل. فلابد على هذه الزمرة الأولى التي برزت بفكرتها وضحت بوقتها وعمرها ومالها وجهدها وفكرها من أجل المجتمع أن تأخذ من الزاد اليسير وتترك اليسير وتترك الكثير للمجتمع. يبقى الزاد يكون يسيرا والعمر، ونعرف أن عمرنا محدود زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 وبين 70. هل أستطيع إتمام هذا الحلم وتحقيقه في بناء مجتمعي خلال عمري، أم أنا سأمهد الطريق لمن يأتي بعدي في عمر آخر يستكمل مسيرة هذا البناء؟ الطريق، الزاد، العمر. ثم داخل هذا الطريق أرى كثير من الفجوات، كثير كثير وكثير 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 من الفجوات اللي هي التحديات. علي أنا كقائد مجتمعي أن أسد الفجوات التي أنا قادر على سدها بإمكانياتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكي أستطيع أو لكي نستطيع أن نأخذ المجتمع من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة، ومن هذه الكبوة إلى هذه النهضة، نحدد الفجوات ونحدد أولويات التعامل مع التحديات للسد ورجم هذه الفجوات. وهنا نجد أن الحل الذي نضعه فوق الطاولة يشمل كافة مكونات المجتمع ويستفيد منه كافة الخلائق المجتمعية، وتسعد به هذه الخلائق ثم يسعد بها خالق الخلائق فيكون عونا لنا. فالعقبة الكؤول تبدأ من الحاجة إلى أن نجد الحل، بس بعد ما نعمل إيه؟ حاجة تتحول إلى فكرة وحلم وصحبة وعمل نمشي بها في طريق، ونجد من الزاد اليسير، ونعلم أن عمرنا منقوص، ونحدد الفجوات لكي نضع الحلول التي يريدها المجتمع. أحد هذه الحلول وهو أهم حل في هذه الحلول هو التمكين. نحن نريد أن نضع هذا البرنامج المجتمعي لكي نمكن ونملك المواطن من مقدرات المجتمع، لكي نمكن المواطن فكريا وثقافيا ومهنيا وتعليميا ها وتاريخيا، لكي يعلم أو تعلم أن هذا هو مجتمعها وأنهم ينتموا من مثل هذا المجتمع. فإذا مكنوا ملكوا، فإذا مكنوا ملكوا، فنحن وظيفتنا أن نمكن لكي يتملكوا مجتمعات. ثم بعد ذلك نحلل النتائج، حذاري أن نسير في مسيرة دون أن نقف وقفات لتحقيق وتحليل
أسباب النجاح وأسباب الفشل أو أسباب التأخر عن النجاح. لابد أن نحلل كل هذه الأشياء بين حين وحين. ثم وهنا 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 أكبر شيء بيسبب عرق عقبة كون وإيه؟ التوريث المجتمعي وليس التوريث الأسري. كيف أورث فكري؟ وكيف أورث علمي؟ وكيف أورث خبرتي؟ وكيف أورث أطروحاتي لمن بعدي أو من حولي من أبناء المجتمع؟ التوريث المجتمعي وهذا قمة البناء الهرمي في البرنامج المجتمعي. كان عندي قدرة على أن أتحول من عامل مؤثر إلى مورث لفكر، مورث لفكرة، مورث لثقافة، مورث لنظرية، مورث لعلم، مورث لطريقة. وهذا ما سيحدث التغيير حتى لو لم يأتي التغيير في عصري. إن استطعت أنا أمشي ومن معي في حلمنا ها الخطوة الأولى وهي أصعب خطوة في إحداث التغيير. أصعب خطوة في إحداث التغيير هي الإدراك. أن تدرك أن مجتمعك على خطر. فإن أفقتم ووقفتم واخطيتم الخطوة الأولى ورآكم المجتمع فيما بعد فسيحدث المجتمع هذا التغيير ولو بعد حين. ولو بعد حقبة أو حقبات من الزمن. والتغيير لماذا؟ للغاية المرجوة وهي ابتغاء مرضات الله من إحداث تغيير مجتمعي. ليس ابتغاء مرضات حزب أو جماعة أو مجموعة أو قبيلة إلى آخره. التغيير والغاية لكلية لأننا أدرك تمام الإدراك أنني لن أعيش أبد الدهر. لكي أستعد ولكي نستعد للرحيل. كل هذا علينا أن نضعه كخطوات على الطريق في الخريطة المجتمعية وخريطة بناء المجتمع ونحن ندرك تمام الإدراك أن الأعمار بيد الله وأننا راحلون. ولكن قبل أن نرحل لابد أن نسير هذه الخطوات الكثيرة لكي نعد من بعدنا ومن حولنا لماذا بعد، لكي لا تنقطع مسيرة البناء والتغيير والتمكين والتمليك للمواطنين داخل المجتمع. وبعد ذلك نظرية ماذا بعد. أرجع مرة أخرى أتحدث في البرنامج المجتمعي يبدأ من الحاجة ثم الفكرة ثم الحلم ثم الصحبة ثم العمل ثم تحديد الطريق ثم معرفة الذات ثم تحديد العمر الزمني للتغيير المجتمعي ولي أنا شخصيا ثم إيجاد الفجوات وحل هذه المشكلات داخل الفجوات والتمكين المجتمعي لكل مواطن من المواطنين ثم التحليل والوقوف عند المسالب والمخاطر والإنجازات والإخفاقات ثم التوريث المجتمعي لمن حولي ولمن سيأتون بعدي ثم أحداث التغيير المجتمعي الإيجابي فهو الغاية التي نريد أن نبتغي بها مرضات الله سبحانه وتعالى ثم نرحل عن هذه الدنيا تاركين وراءنا هذه المسيرة. ونرجع مرة أخرى لماذا أنا تحدثت اليوم عن التدرج والنضوج والمعرفة؟ لأن لا يوجد هناك شيء يكون مثل هذا كن فيكون إلا قدرة الله سبحانه وتعالى. حتى الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأكوان خلقها في أيام وسنين وملايين من السنين. علينا أن إن أردنا أن نغير المجتمعات أن ننتهج نهجا تعليميا علميا يبدأ بالإيمان وينتهي بالصناعة والتأليف والتجديد والتوجيه والتحديد والتعطيل والطرح المنتج ثم نبدأ المسيرة مرة أخرى في التعلم والتدرب كصناع وكمؤرخين. لابد أن نعرف ما هو البرنامج المجتمعي الذي نريد إحداثه يبدأ من معرفة الحاجة وينتهي برحيلنا عن المجتمعات بعد أن نورث فكرنا وعلمنا وثقافتنا وأطروحتنا وكل ما نملك ليس لذوينا بل لأبناء المجتمع هم ممن حولنا ومن سيأتون بعدنا. ألخص في النهاية وأقول للشباب مرة ومرة 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 لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأن رأيتم اليمن وما تعاني منه
وسوريا وما تعاني منه وليبيا وما تعاني منه وجنوب السودان وما يعاني منه والكونغو الديمقراطية وميانمار والصحراء الغربية في أفريقيا والعراق إلى آخره إلى آخره. فلا تيأسوا، ورأيتم الفساد يصبح نظاما وقوانين وأطر، ورأيت الظلم والفساد والطغيان، لا تيأسوا من رحمة الله، لكن اعملوا 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 ولتكن لكم رسالة وهدف ورؤية في صناعة بناء المجتمعات وأحداث التغيير المجتمعي الإيجابي الذي تسعد به البشرية ويسعد به رب البشرية. وأنا أوثق في أثق فيكم جميعا شباب وشباب، وأعلم إن لم نرى التغيير في عصورنا أو في حياتنا فاستحدثونا أنتم تغييرا ها يباهي به الله سبحانه وتعالى الملائكة يوم القيامة. Tomorrow we'll do the same in English. It will be gradualism in maturity and in knowledge seeking. 1 o'clock UK time, 3 o'clock Mecca time. See you tomorrow inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.